أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية التي أعطت دفعة قوية للتعاون المثمر والتنسيق البناء في مختلف المجالات، مشيرا سموه إلى أن مواجهة جائحة فيروس كورونا أضاف بعدا جديدا للتعاون الدولي تدفعه المنطلقات الإنسانية والرغبة المشتركة لحماية البشرية والحرص المتبادل على الانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل. منوها سموه إلى أن مملكة البحرين بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله مستمرة في تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الجائحة بهدف توفير الحماية والتحصين لكافة المجتمعات، مضيفا سموه بأن مملكة البحرين قدمت نموذجا ناجحا في التعامل مع الجائحة صاغته بكل فخر كوادرها الوطنية ودعمه الوعي المجتمعي والحس الوطني المسؤول لدى الجميع. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر رفاع اليوم وبحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، حيث نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ومعالي السيد لي كيه تشين شانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، فيما حمله سموه أطيب التحيات والتمنيات لفخامة الرئيس الصيني ومعالي رئيس مجلس الدولة. خلال اللقاء أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اعتزازه بدور مملكة البحرين ومشاركتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة في التجارب السريرية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وما تحقق من نجاحات في هذا المجال، معربا سموه عن تطلعه لمواصلة تطوير هذا التعاون بما يعزز من الجهود القائمة لتحقيق صحة وسلامة المجتمعات. كما تم خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. قد جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته أعرب سعادة مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، منوها بالمساهمة الفاعلة لمملكة البحرين ضمن الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا وتعاونها الوثيق مع الصين في هذا الجانب.